المرحلة النفسانية التي تمر بها بلادنا تتطلب التحلي بالحكمة والتبصر. مرحلة تعهد فيها جيش وطني شعبي بمرافقة الشعب ومؤسسة الدولة ومسار الحوار وفقا لمقاربة مدروسة بعناية، مؤكدا في كل مرة ثبات مواقفه حيال الوطن وشعب، ومحذرا من المساس بالمصالح العليا للوطن التي لا تقبل مساومة بأي حال من الأحوال. هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الأجال، تجنبنا كل المراحل الانتقالية الوخيمة التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها. هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقتها ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطهم، سنكشف عنها في الوقت المناسب. قلت هذه المقاربة التي تدعو إلى تبني الحوار العقلاني النزيه والجاد قد حظيت بدعم أغلبية مكونات الشعب الجزائري، لأنه سبيل أمثل والكفيل بالحفاظ على المصالح الأولية للوطن، وهو ما أكد عليه سيد رئيس الدولة في رسالته الموجهة إلى الشعب الجزائري بمناسبة يوم المجاهد. وفي هذا الصدد بالذات أود أن نشيد بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أنوه بالنتائج المشجعة والمحققة في وقت قصير، كما نجزي جزيل الشكر لكل الذين لبوا النداء الوطن انطلاقا من إخلاصهم الصادق وإيمانهم بأن الجزائر التي سقيت أرضها طاهرة بدماء الملايين من الشهداء ستعرف كيف تخرج بحول الله تعالى وقوته من أزمتها، وكيف تنتصر كما عهدناها دوما. وفي هذا الإطار بالذات، وإذا أنوه بالمساء الحميد المبذولة للدفاع بعجلة الحوار قدما نحو إيجاد مخارج عقلانية، أقول مخارج عقلانية وموضوعية، فإننا نجدد مرة أخرى دعوتنا لكل الخيارين الشرفاء، أقول الشرفاء الذين تحدوهم النوايا الطيبة والغير على الجزائر، إلى وقوف وقفة رجل واحد وتلبية النداء الوطني وعدم التخلف عن الركب للمساهمة في إثراء هذا الحوار الوطني بما يضمن تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الأجال. أقول في أقرب الأجال، وفي كلمة الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الشعبية في اختيار رئيس الجمهورية يعمل على خدمة بلده وشعبه بكل إخلاص والتفاني، وتكون له كامل صلاحيات لتجسيد تطلعات المشروعة للشعب وسير بلادنا نحو المستقبل المنشود. السيد الفريق حذر من بعض الأصوات المعروفة بنواياها الخبيثة التي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، والتي تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب. هذه الانتخابات ستكون فرصة حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب المصر على موقفه الثابت بخصوص تحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجال، بل إن المنطق يفرض الشروع
في تحضير لها خلال الأسابيع القادمة، لأن الوقت ليس في صالحنا كما أكدنا على ذلك مرارا، وكل ما نقوله مبني على معلومات مؤكدة ومعطيات موثوقة تؤكد كلها أن هذا هو الخيار الأسلم والأنجع للخروج من الأزمة الحالية، وعليه أجدد الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة تأجيل بالتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم مراقبة الانتخابات الرئاسية التي تعد ضمانا أساسيا لتجاوز الوضع الراهن. ولكن للأسف الشديد وفي الوقت الذي ظل فيه المخلصون الصادقون من أبناء الوطن يدعون باستمرار إلى تعزيز اللحمة الوطنية والتكاتف الجهود والتغليب المصلحة العليا للوطن، لا تزال بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة التي باعت ضميرها لتخدم مصالح عصابة والمصالح أسيادها، تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لا سيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على غرار ترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار وتعيين بدل الانتخاب وممارسة الألعاب المفضوحة، عبر التركيز على قضايا هامشية لا فائدة ترجى منها، إضافة إلى محاولة بث أفكار مسمومة ترهن الرئيس القادم وتفرض عليه تطبيق أجندة معدة مسبقا، وهو إجراء غير مقبول لكونه يتناقض تماما مع أحكام الدستور الواضحة في هذا المجال، ويحد من صلاحيات الرئيس المنتخب رغم أنه بعد انتخابه سيكون قد حاز على شرعية صندوق وحاض بثقة الشعب الذي اختاره على أساس برنامج محدد. كل هذه الألاعيب تهدف إلى التشويش على مسار الحوار وتوجيه إلى ما يخدم المصالح الخاصة للعصابة. كما أود بهذه المناسبة أن نتوجه إلى رجال العدالة باسم آيات تقدير وتشجيع على الجهود التي يبذلونها في مكافحة آفة الفساد، مجددين تعهدنا في الجيش الوطني الشعبي على مرافقتهم وتقديم لهم الضمانات الكافية لأداء مهامهم النبيلة، بعيدا عن أي شكل من أشكال ضغوطات، لأن العدالة التي تعد أساس دولة القانون قد استرجعت والحمد لله صلاحيتها وحريتها ودورها الحقيقي، ورجالها مصممون ومصرون على تطبيق القانون بحذافره ضد العابثين من خلال معالجة كافة الملفات دون استثناء، بما فيها تلك التي بقيت حبيسة الأدراج في طي النسيان كما أشرت إليه في المناسبات السابقة. ممثلا لرئيس الدولة